مرحبا دكتور أحمد فاضل ماجد. مرحبا دكتور أحمد، ما هو أكياس زلالية؟ الأكياس الزلالية التي تنبع من المفاصل في الجسم هي كيس زلالي كجزء من المفصل، أي مفصل بالجسم ممكن أن يكون هذا الكيس، والأسباب هي عادة كثيرة ومتعددة، ضمنها مثلا العمل الثقيل ممكن أن يسبب هاي الأشياء، وفي أغلب الأحيان هو أصلا ما إلى سبب يظهر هذا الكيس الزلالي. أكثر منطقة ممكن أن تصاب بالكيس الزلالي هي منطقة الرسغ من الجهتين، أو في القدم، في الأصابع، وفي كل مفصل من المفاصل ممكن أن يظهر الكيس الزلالي. بالنسبة للكيس الزلالي هو كيس حميد، يعني المريض المفروض ما يخاف من هذا الكيس، وعلاجه بسيط جدا. يوجد طرق كثيرة للعلاج، في بعض الأحيان هذه الأكياس صغيرة وما تأثر وليس لها أي قيمة. واحدة من النصائح اللي احنا نقوله للمريض، نقول له هذا الكيس ما مأثر عليك، تركه لا تفكر به. إذا كان يأثر يسبب آلام، فممكن أما أن يكون علاجه عن طريق إبرة موضعية أو بعملية جراحية بسيطة، ممكن أن واحد يرفع هذا الكيس وبدون أي مشكلة يرجع إلى العمل مباشرة، لأنه عادة هذه الأكياس هي مثل ما قلنا أكياس حميدة وما تسبب أي مشاكل. أكياس الرسغ، أكياس القدم، يوجد أكياس أيضا حتى في بعض الأحيان تظهر في العمود الفقري خاصة بالرقبة، شفناها، كلها تزال وبدون أي مشكلة وبدون أي تبعات. دكتور أحمد فاضل ماجد، هل هناك خطر على المريض في حالة وجود أكثر من أكياس زلالية على جسده؟ الأكياس الزلالية هي دائما أكياس حميدة، بالنسبة إلى رفعها بعملية جراحية في بعض الأحيان هذه الأكياس تكون معقدة بعض الشيء، ممكن أن ترجع في بعض الأحيان بعد سنة سنتين بعد رفع الكيس الزلالي من مكان معين، ممكن أن يرجع للمريض بنفس المكان. إذا تم رفعه راح يكون بدون أي مشكلة، ينتهي هذا الكيس ولا يوجد أي إشكال بعدها. شكرا دكتور أحمد فاضل ماجد. شكرا جزيلا لكم.